بداية وحتى نكون فكرة عن مصادر دخل الأسر المغربية، تفيد نتائج البحث الوطني حول مصادر الدخل الذي أنجزته المندوبية سنة 2019 بأن الأجور تشكل أهم هذه المصادر بنسبة تصل إلى 38% من مجموع مصادر الدخل الأخرى من قبيل العمل المستقل وعائدات كراء العقارات والتملك، كما أن الأجراء يمثلون أزيد من نصف العدد الإجمالي للمشتغلين وفق بيانات سنة 2022. في نفس هذه السنة وعند التمحيص في مؤشرات سوق العمل بناء على معيار الحالة العائلية، يتضح أولاً أن معدل الشغل لدى المطلقين الذكور يتجاوز سقف 66% مقابل 35% لدى المطلقات. ثانياً، معدل نشاط السكان أي المشتغلون والباحثون عن الشغل ممن لديهم طفلان أقل من 15 سنة يفوق 78% لدى الرجال وفقط 15% لدى النساء. ثالثاً، نسبة الأسر التي تعيلها نساء تصل إلى 17%، أما نسبة النساء المطلقات ربات الأسر فتبلغ حوالي 13%. رابعاً، أحدث نسب البطالة والتي تعود إلى الفصل الثاني من السنة الجارية تقدر بأزيد من 17% لدى النساء وأقل من 12% لدى الرجال. خامساً، فجوة الأجور بين الرجال والنساء في سوق الشغل تصل إلى 20%، فمتوسط أجر الرجل يبلغ 3360 درهماً شهرياً بينما لا يتجاوز 2800 درهم بالنسبة للمرأة. وعند التدقيق في هذا التفاوت بالتركيز على بعض العينات السوسيومهنية، فإن هذه الفجوة تتسع أكثر متخطية عتبة 38% لدى فئة الأطر العليا وفق معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل الذي أنجزته المندوبية الثانية للتخطيط سنة 2019. يتضح جليا من هذه المؤشرات أنه من الناحية الإحصائية يتفوق الرجل على المرأة في الدخل سواء أثناء الزواج أو بعد الطلاق، ومن البديهي أن تكون هناك حالات تنقلب فيها الآية، لا سيما في حال وجود مصادر دخل أخرى غير الأجور. وهنا يبرز دور المشرع المنصف والموضوعي في البحث عن المصالح الفضلة لمختلف أعضاء الأسرة بعد مرحلة الطلاق. ممتن للإصغاء إلى مؤشر الأسبوع المقبل بحول الله.